نحن الآن في مطار تداوين الواقع شمال مدينة مأرب. هذه طائرة الصليب الأحمر وهؤلاء مجموعة من الأسرى الحوثيين. الطائرة هذه الآن بانتظار أن تقل هؤلاء الأسرى الحوثيين ثم تنطلق بهم إلى مطار صنعاء. بالتزامن توجد طائرة في مطار صنعاء الآن في هذه اللحظات تقل مجموعة من المختطفين والمعتقلين التابعين للحكومة الشرعية. ينتظر هؤلاء جميعا لوصول ذويهم من المعتقلين والمختطفين المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية. سيصل المعتقلون والمختطفون عبر دفعتين، دفعة ستصل بعد لحظات ثم تتروها دفعة أخرى. ها هم الدفعة الأولى من المعتقلين والمختطفين المفرج عنهم من ميليشيات الحوثي أو من سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابية. ينزلون من على الطائرة ويتم استقبالهم استقبالا شعبيا ورسميا وباستجاجيد. يتوشحون العلم الجمهوري ويتم استقبالهم بعزف الموسيقى العسكرية. في هذه الأثناء تصل الطائرة الثانية التي تقل الدفعة الثانية من المحررين من سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابية، بينهم الصحفيين الأربعة الذين حكمت عليهم ميليشيات الحوثي الإنقلابية بالإعدام. استقبال شعبي ورسمي واسع احتفاء بالمحررين من سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابية. وبهذا تكتمل الصفقة التي تمت بين ميليشيات الحوثي الإنقلابية وقوات الشرعية في محافظة مأرب لتستقبل مأرب ما يقارب من 91 محررا من سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في المقابل 107 من ميليشيات الحوثي الإنقلابية أكثرهم تم أسرهم من جبهات القتال. وبهذا يصل العدد إلى 198 محررا من الطرفين. سعد القاعدي، يما شباب، مأرب.